نحتاج لست صدور دجاج مسلوقة، ملح وفلفل، نص كوب كاتشب، 25 جرام زبدة، ملعقتين كبار سكر بني، وربع كوب صلصة التوباسكو، ومخلل هالابينو، وكوب جبنة تشدر مبشورة. ولصلصة الرانش رح نعملها بيتي. رح نعملها بيتي، بس أنا جبتها جاهزة لأني عملتها أربع مرات. ماشي. بس احكيها. أوكي، بنحتاج لنص كوب مايونيز، ولنص كوب لبن زبادي، وملعقة عصير ليمون، وحبة ثوم مهروس، رشة ملح، وملعقة صغيرة أعشاب إيطالية، وخبز ستيك أو خبز التورتيلا. بالضبط. بس بدي أشوف وين حطيت السكر البني. طيب هلا ميس، كثير الاكله بسيطه. هلا احنا عملناهم قبل هيك، اذا بتعرفي البافلو تندرز، هم عاده بيقلوا التندرز، بيقلوهم وبعدين بيعملوا صوص البافلو. انا قلت لا، بدي اعملهم بسندوتشات طريقه شوي مختلفه، انه بدي احط الزبده على النار. اوكي بس ما بدنا نطبخ الصوص طبخ، يعني احنا بس بدنا نسيح الاشياء مع بعض. يعني بتختلف عن البافلو تندرز؟ بتختلف، لانه هدلاك مقليين، هاي مسلوقه الصدورة. وبس رح نخلطها بصوص البافلو، ورح نعملها مع جبنه على الشوايه. اوكي، يعني سندويشه مش تندرز. زاكيه، شو المحلات بس بيعملوها زبده وهوت صوص بس، هيك بتكون، فبتكون شوي هيك مرقه زياده. انا بحبها مدبقه. كيف بدها تدبق؟ بدنا نحط لها سكر بني بس معلقتين، وبدنا نحط لها كاتشب. هلا بدنا نحركهم مع بعض. ميس، بتصير عندك هاي الصوص الحره المدبقة. هلا ديما هي هاي نفسها تبعت البافلو نفسها، هم بيقلوا التندرز بعدين بسقطوهم فيها وبحطوا لك اياهم. كثير سهله ميس، كثير. هلا بس خليهم ياكلهم مع بعض يدوبوا. اذا كاتشب، سكر بني، زبده، وبافلو صوص اللي هو يعني التوباسكو، خلينا نقول، او الشطه السائله. اوكي طيب. هلا طبعا طبعا بعد ما تغلي هيك غلوه صغيره، بدي احط عليها كل صدوره الدجاج اللي عندي المسلوقه، وبعدين اعملها بالسندويشات. فانا ما بقدر استناها لانه لازم تبرد، فطبعا جايبه شوي بارد حتى اقدر اطبق لكم السندويشات. اوكي هلا بس تغلي شوي بنحط عليها الدجاج. ماشي حاضر. طيب بدي اقرا هيك ديما شويه مشاركات قبل ما اسويها. في عندنا مين؟ ام رامي الحديد، شكرا لك على الكلام الحلو. رنا، اهلا وسهلا فيكي. عندنا رنا محمد، يسعد صباحك يا رنا. في عندنا نيفين تلفاح، شكرا لك يا نيفين، كلك ذوق. مرام حبيب برضو، كلامك كتير حلو، زيك يا مرام. في شيرين ضمرة بتقول لك يسعد صباحك ديما يا صباح الفل يا أحلى شيرين. دائما شيرين بتسأل عني وبتبعت لي على كل محل، بلاقيها على الانستغرام، بلاقيها على الفيسبوك، كل مكان. في ناس هيك حلوين كتير لذيذة شيرين. طيب تمام. نايف برضو، صباح الخير. إيمان نصار بتقول دائما بتتفائل بشوفتك يا حبيبة قلبي، الله يسعدك. هنادي صلاح، هنادي كمان سلم عليها. هلا بس حطيت غير الصوص والجاج شويه فلفل وملح، ما تكتروا ملح كثير، بس برضه يعني هي لانها فيها كاتشب وسكر بتتحمل. اوكي هلا بس بدي اقوي النار، انا النار مش كثير قويه. ماشي. عندنا يارا احمد كمان، اهلا وسهلا. ايمان كرك برضه اهلا وسهلا. عادل، اهلا وسهلا فيك يا عادل، بقول لك شكرا على الاكل الزاكي اللي دايما تقدمينا اياه. ميس، الحلو بهاي الوصفه انه لو انت عندك دجاج بايت ومثلا مسلوق من قبل بيوم، تقدر تعملي سندويشات. اوكي، فمن الاشياء المفيده يعني. هلا بدنا نحط شوي من الرانش البيتي اللي حكينا لكم مقاديره، مايونيز ولبن وسنتوم وعصره ليمون صغيره ورشه ملح وشويه اعشاب. ماشي. ما تجيبوا الصوص على الحفاف عشان ما يطلع من السندويشه. حنان النوايسه، هاي أول مشاركة إلها، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسلموا إيديكم مقدما. الله يسعدك. هيوش عامر، صباح الخير. ياسمين عقرباوي دائما برضو على التواصل معنا، أهلا وسهلا فيك. حنان محمد، إناس البريني، لجين المومني. الحلو كمان هاي نفسها الصوص، تقدروا تعملوها مع دجاج تحطوها على سلطه، بس طبعا بدكم تبردوا دائما الدجاج او اللحوم لما بتدخل على السلطات لازم تتبرد. يعني مش تحطوها وهي سخنه عشان ما تدبل الخضار اولا، وثانيا بتضل طعمتها يعني ما بتزنخ. اذا نزلت وهي سخنه على خضار بارده ممكن تزنخ. طب هنادي العمر تقول لك تعملينها تشيكن باي، عملتيها؟ عملتها والله، بس بنعملها بشكل ثاني، ما في لها كثير حشوات. اوكي. مش كثير بحبها انا، ما بعرف ليه. ليه؟ ما بعرف. كيف دايقتيها، كامله ولا صغار؟ كيف؟ لا كامله كامله كبيره. اه
بس لا ما بعرف بعمل لك اياها بقى زاكي انجر. كيف ايش بتحبي معها خضار مثلا؟ انا بحب الذره معها كثير. طيبه الذره معها زاكي. الذره مع الدجاج الاجبان بس يعني مش عارفه ليش. خلص لا بنغير لك نظرتك. هلا هاي صارت واضحه. البافلو صوص بدنا اياه يشرب بالدجاج، كل ما حركناه شوي اكثر ممتاز. بنخليه لحديت ما يبرد تماما. حتى بتقدروا تعملوا هاي الخطوه قبل بيوم وتكملوا السندويشات لما يكون عندكم ناس جايين، او مثلا برمضان. على فكره حلوه للسحور كمان. قرب رمضان، قرب 3 شهور ان شاء الله على خير يا رب. اللهم يا بلغنا رب. رمضان يا رب على خير ان شاء الله. فهذا فلفل اسود. حسن برغوث، اهلا وسهلا فيك يا حسن. في عندنا منى ابو رحمه، نجيب الجبنه بس. شكرا لك، واحنا كمان بنحبك يا منى. فيروز جمال، صباح الخير. هلا سكرية، سلمي عديمة ويسلموا ايديها. يسعد صباحك يا رب. هلا هاي رح اعملها وحدة بفلفل، بعدين رح اعمل وحدة بدون فلفل لميس حبيبتي. هلا هاي انا عم بستعمل ايدي مغسلين بالصابون قبل ما ابلش، لانه كتير اسهل اني الف بدون الكفوف. هلا بنلفها، واحنا بنلف بنكبس. ما تخافوا اذا طلع شوي من الحفاف، ما رح اسكرهم يعني، انا بخليهم هيك عاده. رح تحطيهم اشي تحمصيهم ولا؟ ولا هيها جاهزه. ممتاز، فرح تاكليها سخنه. الشباب رح ياكلوها فات. لازم نوزع هلا. لا هلا هاي لا بدنا نوزع هلا. خلص الصوره واخذتيها، بدنا نوزع هلا. يلا والله ما بتفرق، وزعوا. انا صورت، احلفي. انا صورت والله العظيم. والله انا صورت. انا بحس الاكله، شكل الاكله عندكم يعني ايش اقول لك. لا عشان ايش مكان، عشان الصوره ما يسمع. لا قرب عليها. هاي الاكله، لانه كثير ناس بس نخلص الفقره بيسالوا وين صوره الاكل، بحبوا يشوفوا صوره الاكل كيف طلع. صح، لانه انت اصلا تتفننوا دائما بصوره الاكل. حلو كثير. مين عندنا؟ سلام اليتيم، بنت حابه تتصور معك. بتصور معك وانت بتطبخي ديما حبيبتي. هلا هون انه في بيتها عند التلفزيون. حبيبه قلبي الله يسعدها. روان هيثم، صباح الخير. وسحر عيسى، شكرا لك يا سحر. فرح الدواغري من الكويت، كثير بتحبك يا ديما حبيبتي، وانا بحبها كثير، وبحب كل اللي بتابعونا وكل اللي بيحبونا وكل اللي بشجعونا وكل اللي ما بيحبونا. يلا عشان الواحد حتى يحب اللي ما بيحبه عشان يصير يحبه، صح؟ يعني ما في ناس مرات بصيروا يحبوك، في ناس لو مش ما بتعملي خليهم هم. يلا هلا بدنا نلف هاي للست ميس بدون مخلل، نتوصلها بالجبنه مش كثير. يلا اسكاله بتشوفي كيف بتسيح كلها على بعضها، بنحطها. شوف مين غار. تمام، بس بدهم كمان دقيقتين.